اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، نتواصل ونمضي معكم عبر صباح الشروق. مشاهدينا، بدأ ظهور سكان الكنابي في وسط السودان، بالاخص في ولاية الجزيرة، منذ انطلاق المشروع. بل نقدر اذا رجعنا للتاريخ بنلقى قبل انطلاق المشروع بكثير جدا من الزمن، لانها ارتبطت بالهجرات اللي كانت من غرب السودان لمناطق الوسط. واذا رجعنا للثوره المهديه نجد انه اول هجره لها بعد فتح الخرطوم في العام 1885. وعدد الان من القضايا التي تطورت منذ ذلك التاريخ على مر الايام وتقادم تقادم السنين، يعني تطور السكان، تطورت قضاياهم، تطورت النظرة المجتمعية للمطالبة بهذه القضايا. الآن يعني من خلال هذه النظرة تم عمل مؤتمر، وهو مؤتمر الكنابي، وسيكون هناك لقاء تفاكري لمناقشة قضايا الكنابي، حديث عن الوضع الاجتماعي والخدمي للكنابي، علاقتها بالحقوق الدستورية، قضايا التهميش، نظرة أيضا بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وعدد كبير جدا من الاستفهامات من خلال إلقاء الضوء مع ضيفي القادم على مؤتمر الكنابي. سعيد جدا بأنه ينضم إلي الآن الدكتور جعفر محمدين، وهو الأمين العام لمؤتمر الكنابي، وأيضا هو رئيس اللجنة العليا لتجمع قوى الهامش السوداني. دكتور جعفر محمدين، أهلا بك، وسعيد جدا بك أنا في صباح الشروق. مرحبتين لك التحية أخي، وأنا سعيد جدا يطل على المشاهدين عبر قناة الشروق، هذا القناة التي يعني دامت على يعني ملامسة قضايا الواقع السوداني. شكرا، بارك الله فيك. أهلا بك، وبداية إضاءة قصيرة حتى نأخذها كتقدمة للمشاهد الذي يتابعنا، وأنت رئيس اللجنة العليا لتجمع قوى الهامش السوداني والأمين العام لمؤتمر الكنابي. إضاءة عن هذين التجمعين والجسمين سريعا، نتحدث عن المؤتمر كتقدمة أولا. طيب، في البدء أنا شاكر ومقدر للإخوة في قناة الشروق، وحقيقة تجمع قوى الهامش السوداني من الأجسام التي ولدت في ظل الثورة السودانية المجيدة. نعم. ومن هنا نترحم على كل شهداء الثورة السودانية وشهداء الهامش منذ 56 أو قبل 56 الذين ضحوا من لهذا الوطن الغالي. وتجمع قوى الهامش السوداني من الأجسام التي يعني أخذت دور كبير جدا في الحراك الثوري التي انطلقت في 13 ديسمبر في الدمازين واكتملت ملامحه في 19 ديسمبر في عطبرة، ومن أوائل الخيم اللي كانوا صابينها في القيادة العامة. وتجمع قوى الهامش السوداني هو تحالف من 25 جسم، وأبرزها مؤتمر الكنابي من ضمن المتحالفين فيها، وقدموا تضحيات كبيرة جدا على مستوى لجان المقاومة وعلى مستوى الأحياء وفي تحريك الشارع في ظل النظام البائد. وتجمع قوى الهامش السوداني لها مكاتب على مستوى قطاعات، في احنا طبعا متخذين في تجمع قوى الهامش السوداني الأقاليم، عندنا إقليم الوسط، عندنا إقليم الخرطوم، عندنا إقليم شرق السودان، عندنا إقليم دارفور، وعندنا إقليم شمال السودان. نعم. وعندنا إقليم جبال النوبة. ومن هنا أنا أحيي كل الأمناء قطاعات في تجمع قوى الهامش السوداني. وتجمع قوى الهامش السوداني من الخيم الكبيرة اللي كان بوازي خيمة تجمع المهنيين الرئيسي، وكان لها نشاطات كبيرة جدا. ويكفي أنه آخر موكب كان موكب الكنابي في القيادة العامة، منها تم فض الاعتصام. جميل، يعني هذه صورة سريعة وإضاءة سريعة عن مؤتمر الكنابي، وبذلك تعرفنا على تجمع قوى الهامش السوداني بأنه 25 جسم تحته. طيب، عاوزين نمشي في القضايا، حاول نلمس أكثر من قضية ونتطرق لها. نبدأ من قضية التهميش. مجتمع الكنابي هو مجتمع معروف كما ذكرت، وتاريخي قديم، مجتمع منتج مشهود له بذلك، لذا يجب رعايته، يجب توفير كافة الخدمات الأساسية له. نتحدث عن هذه القضية ونضعها الأولى في منطلق حوار اليوم. حقيقة دعني أزي يعني أدي فزلكة تاريخية بسيطة عن وجود الكنابي في حيز الكون. طيب. كثيرين من المشاهدين قد لا يعرفون يعني
كلمة يعني الكنابي شنو ذاته يعني في المجتمع السوداني. وحقيقة الكنابي أول ظهور لها عندما جاء نفر كريم من أجل يعني مساندة الثورة المحلية في 1885. داك يعني انطلقت منها يعني بعد سقوط الخرطوم في 1898. نعم. أرادوا الرجوع إلى دارفور وكردفان وجبال النوبة، وقطع عليهم جيش الإنجليز الطريق حتى أن لا يلتفوا حول الخليفة عبد الله التعاشي تورشين في مناطق دبيكرات ودارفور، ويعيد نفسهم من ثم الهجوم على الخرطوم مرة ثانية. نعم. ذهبوا إلى مناطق وسط السودان من ضمنها الجزيرة ومن ضمنها مناطق سنار ومناطق كردفان وغيرها. دل الدفعة الأولى. الدفعة الثانية جاءت مع بداية تأسيس مشروع الجزيرة، اللي هو عندما كانت تجربة في منطقة طيبة وكركوج سنة 1911، ومن ثم افتتاح تزامنت مع افتتاح الخزان وافتتاح مشروع الجزيرة سنة 1925. هم كانوا العمالة وكانوا العمود والفقري والركيزة الأساسية في بناء وشق الترى وحفر الكباري وبنائها، وحتى يعني أن يكونوا يعني هم السند حقيقي للمشروع. وفعلا سكان الكنابي يعني عانى ما عانى من التهميش على مر التاريخ، يعني عندما جاءت حكم أول حكومة ديمقراطية بعد الاستغلال هم كانوا حضورا وليهم إسهامات كبيرة جدا. عندما تم سودنة المشروع وهناك كان مساحات كبيرة جدا تركته الإنجليز من أجل إسكان الكنابي والخدمات وغيرها. نعم. ولكن الحكومات المرت على السودان تم تهميش الكنابي، ونحن هنا لا نحمل حكومة لاحدة بل كل الحكومات وكل الأحزاب السياسية اللي كانت حاكمة آنذاك تم تهميش الكنابي من كل المجالات. أنت ابن الجزيرة أخي من 24 قرشي، وأنت ماري على المناقل والقرشي تراها مصطفين أهل الكنابي التي يعني يعانون من أبسط مقاومة الحياة. نحن مستبشرين بعد الثورة السودانية الكبيرة التي نحن كنا شركاء فيها أن يعني تأخذ إنسان الكنابي حجزها من التنمية ومن التعليم وصحة وغيرها إن شاء الله. إن شاء الله. يعني كيف تنظرون للخروج من نفق هذه القضية؟ التهميش أرفق إليها أيضا الحقوق الدستورية، كافة الحقوق الأخرى، الوضع الاجتماعي أيضا هو مهم جدا، قضايا ملكيات الأرض، الإسكان، التعليم، الصحة، الكهرباء والطاقة وما إلى ذلك، كلها هذه تنصب في جانب الخدمات والقضايا الأساسية والحقوق الأساسية. حقيقة نحن في مؤتمر الكنابي قدمنا اطروحات كبيره في ظل النظام السابق وفي ظل حتى الثوره التي نحن كما ذكرت لك سالفا جزء منها. نعم. والان هنالك يعني ورقه او مذكره بعد المؤتمر التنويري التي انعقد في وزاره الثقافه والاعلام في الخرطوم. هذا المذكره يعني حوت في محاور عديده من ضمنها محور التعليم والصحه وغيرها. ولانه اذا اردنا ان نتكلم عن التنميه المستدامه هي التعليم والصحه والسكن وغيرها، تقوم التنميه المستدامه. ولا شك انسان الكنابي يفتغر ابسط مقومات الحياه، ونحن في ظل ثوره عظيمه يعني حدثت فيها تغيير كبير جدا، والان نحن في بداياته. نستبشر خيرا أن تكون هنالك يعني عدالة اجتماعية، وأن تكون هنالك علما، هنالك مناطق كثيرة مهمشة. لكن إذا نظرنا ولاية الجزيرة أو الولايات المعنية فيها الكنابي، يمكن من الولايات المتقدمة تنمويا، لكن للأسف الشديد هنالك كانت سياسات ممنهجة من قبل الحكومة البائدة نظام المؤتمر الوطني، بالرغم من أنه هنالك جهد كبير تم تقديمه من إنسان الكنابي في مجال الفلاحة البستانية، في مجال الزراعة، في مجال الري، في كل المجالات. هنالك يعني أصوات تتحدث عن إعادة المشاريع التي انهارت في الوسط بفعل سياسات هذا النظام البائد. نحن في مؤتمر الكنابي كان رأينا واضح جدا، إذا أردنا أن نعيد مشروع الجزيرة ومشروع الرهد ومشروع حلف الجديد وكل المشروعات التنمية التي انهارت في الوسط، علينا أن نهتم بإنسان الكنابي، لأنه هم المرتكز الحقيقي لكل المشروعات من حيث العمالة، من حيث زيادة الإنتاج والإنتاجية. والآن هنالك قضايا حقيقية نحن طرحناها كما ذكرت لك في مذكرتنا في مجال التعليم والصحة والسكن. الآن نحن يعني السكن هي المحور الحقيقي الآن بصدده نطمح في ظل وجود الثورة السودانية وفي ظل
وجود المجلس السيادي التي جاءت بعد يعني إراك كبير جدا وبعد مخاصات كبيرة جدا، انه نعم. ان تنظر لحظة القضايا نظرة بعين الاعتبار حتى ان تخرج انسان الكنابي من هذا التهميش الممنهج. نعم. نعم. هذا ايضا يجعلنا الحديث هنا ان نتحدث عن المشاريع المختلفة اللي جعلتنا الرقعة الجغرافية جغرافيا الزمان والمكان انه نكون قريبين لها ونهتم بها ونهتم بتطويرها ونهتم بمستقبلها. مثلا مشروع الجزيرة، المشاريع المروية مثلا في القضارف، إذا ذهبنا إلى سنار أو ما إلى ذلك. كيف تنظرون إلى تعمير هذه المشاريع وإعادة بعضها كمشروع الجزيرة مثلا إلى سيرته الأولى؟ ويعني الكنابي كانت جزء أصيل جدا إن لم تكن هي الكل في الكل، يعني في أساس هذا المشروع من خلال كافة العمليات الإنتاجية، من خلال هم الأقرب للعمليات الإنتاجية المختلفة في تعمير هذه المشاريع. رفعة لإنسان الكنابي ورفعة للسودان ودعم كبير جدا للاقتصاد السوداني، كيف تنظرون لتعمير هذه المشاريع؟ حقيقة أخي القضايا التي تخص التنمية هنالك سياسات لابد أن تأخذ الحكومة بقيادة حبدوك، ونحن من هنا يعني بعد الثورة نستبشر خيرا أن يعني بعد جراحات وأنات كبيرة للوطن، نعم. أن تضع سياسات يعني واضحة المعالم من أجل النهوض بالثروة الزراعية، وعلما بأن السودان من البلدان الغنية يعني بالثروة الزراعية والسمكية والحيوانية، لكن السياسات هي التي دمرت المشاريع وهي التي يعني جعلت السودان في مقدمة الأمم. نحن في مؤتمر الكنابي ظللنا ننادي بإنصاف الإنسان القائم على تلك المشاريع، وإذا أردنا أن ننهض بمشروع الجزيرة ونعيد سيرته الأولى لابد أن نهتم بإنسان الكنابي من إعادة تسكينه ومن إدخال الخدمات فيها سواء كان الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. أنت يعني تريد نهوض بالاقتصاد ونهوض بزيادة الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي، وهنالك إنسان يعني التي يهتم عندما تحدث الإنسان الآلة، وكان الإنسان الكنابي هو من ضمن الآلات والحاسدات التي يعني حتى عندما انفصل الجنوب وانهار الاقتصاد ونحن كنا جزء أساسي جدا حتى في عملية التعدين يعني التي بيشكل فيها إنسان الكنابي أكثر من 70% في مناطق التعدين المختلفة، وظللنا نقدم لهذا الدولة ولهذا السودان منذ فجر الاستقلال، ولكن تم تهميشنا. لذلك نحن مشروع الجزيرة انهارت لأنه ما في اهتمام بإنسان الكنابي، مشروع الراحد انهارت لأنه ما في اهتمام بإنسان العامل، مشاريع المروية سواء كان في النيل الأبيض أو مشاريع الإعاشة في النيل الأزرق وفي النيل الأبيض ومشاريع المطرية لأنه ما في هنالك مسارات واضحة. إذا نظرنا في الدول المتقدمة أستراليا وأمريكا وغيرها، نعم. اهتمت بالزراعة ولأنه نهضت، لأنه إذا أردنا أن ننهض بالسودان لابد الاهتمام بالزراعة والاهتمام بالإنسان العامل في تلك الحقول التي نعم. يعني تقدم الاقتصاد الوطني يعني. نعم. في أي منحة من مناحي العمل والقاعدة الإدارية رقم واحد تهتم بالعاملين لديك، يعني تزيد الإنتاجية عندك تماما، يجب أن تحرص أنت في أي مؤسسة كانت في أي دولة في أي مكان بأن تهتم بموظفيك بعامليك مهما كانت درجاتهم مهما كانت الأدوار التي يؤدونها، براحتهم دائما تحرص على أن كل أوضاعهم تكون دائما سليمة، تزيد إنتاجيتك وتصبح هناك صورة ذهنية داخلية مميزة. نذهب إلى جانب مهم جدا، جانب المرأة في الكنابي. كيف تعالجون أيضا وتنظرون لتوعية وتثقيف المرأة بقضايا النهوض لمجتمعنا؟ حقيقة أخي يعني من هنا أنا أحيي الميارم في مناطق الهامش عموما وبالذات في مناطق الكنابي، وقدح يعني ما قاعد أغيب أبدا. نعم نعم. حقيقة يعني لها معاناة كبيرة جدا، نحن في الكنابي نفتقد أقصى مرات الحياة يعني، والمرأة لها دور كبير جدا في مسألة مساعدة الرجل في كل المجالات، وأنت ابن الجزيرة وترى يعني الجهد الكبير التي يقدمه المرأة في الكنابي، ونحن من هنا يعني رسالتنا للحكومة حمدوك إنه نحن في المرأة في الكنابي يعني جزء أصيل جدا من مسألة الإنتاج والإنتاجية في كل المشاريع التنموية. صحيح. لكن إذا نظرنا
لها الآن نحن ما عندنا حتى قابلة عشان تهتم بمسألة الرعاية الصحية الأولية. ما في يعني أبسط يعني منطقة أنت بتنظر لها يعني تبعد أقل من يعني 10 كيلو و 15 كيلو. إذا المرأة في مسألة الوضوء يعني أو مسألة الولادة بتأثر عشان ما تصل يعني منطقة فيها خدمات رعاية صحية أولية. لذلك نحن رسالتنا كان هنالك يعني لغاء بينه وبين وزير الصحة الاتحادية الأستاذ أو الدكتور أكرم الدوم، بأنه وعدنا بأنه يزور مناطق الكنابي ويقدم خدمات صحية لها، ونحن عبر الشروق نقدم رسالتنا أنه على وزير الصحة الاتحادية أن تصل لمناطق الكنابي وأن ترى بعينه المعاناة التي يعنيها المرأة الكنباوية لمستوى مناطق الكنابي. نعم. ومن أبسط مقومة الحياة. لذلك نحن دايرين توفير الرعاية الصحية الأولية وإقامة ورش عمل تدريبية للمرأة حتى يعني أن تهتم بمسألة زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة حتى في اهتمام بنفسها في مجالات يعني عدة، سواء كان في مجال التعليم أو في مجال التنمية الأسرية وغيرها في مجالات في المرأة. نعم. الكنابي. نعم. دكتور جعفر محمدين، تم إدخال ملف الكنابي كما أسلفت في منبر جوبة في القضايا الحقوقية، نتحدث عن هذا الجانب، وأيضا أردف هذا بتساؤل آخر، ماذا عن الحلول؟ هل تم تقديم أي من الحلول لحلول مقترحة منكم طبعا لحل قضية هذه الإشكاليات الكبيرة، القضايا الأساسية، حل قضية الكنابي بصورة نهائية؟ تم تقسيم هذه الحلول على مدى زمني معين، وهل هناك أفكار مثل هذه أم لا؟ حقيقة أنا يعني عبر الشروق برضو نقدم يعني نداء يعني لكل الحركات الممانعة على رأسهم حركة جيش تحرير السودان بقيادة الدكتور محمد نور، بأن السودان يعني ما عاد تلك السودان القديم، لا بد أن تقديم تنازلات وأن يعني يقدم تنازلات من أجل بناء أمة سودانية قوية. نحن نقول كفانا حرب وكفانا تهميش حتى أن ننهض ب يعني الدولة السودانية، لكن هذا يتوقف أيضا أن لا ندغدغ المشاعر وأن نلامس القضايا الحقيقية، سواء كان قضايا الحرب أو قضايا السلام، من ضمنها قضايا النازحين واللاجئين. والمن أنت تعلم على مستوى دارفور هنالك يعني قضايا شائكة، قضايا الحواكيل وقضايا النازحين واللاجئين في دول الجوار. هذا كله يتطلب مننا يعني كمجتمع سوداني في البداية أن نخاطب وأن نسامح كلنا فوق الجراحات من أجل بناء الوطن. حقيقة الكنابي أيضا لا تقل يعني أهمية من قضايا المطروحة في منبر جوبة. مؤخرا تم إضافة قضية الكنابي من ضمن القضايا ذات الخصوصية. نحن في مؤتمر الكنابي نظرتنا أو وجهة نظرنا تم تقديمه في اللغة التنويري التي حوت في مذكرة فيها عدة محاور، من ضمنها يعني نبذة تاريخية عن قضية الكنابي والتهميش التي يعني عانى منها الكنابي على مر التاريخ، وقضايا التعليم وقضايا المرأة وقضايا الصحة. وسلمنا للأستاذ محمد حسن الطعيشي مسؤول ملف السلام في القصر الجمهوري قضية الكنابي التي يحتويها في مذكرة مؤتمر الكنابي. نعم. ومن هنا أيضا يعني نحن شاكرين لدولة جنوب السودان على الوساطة، وشاكرين لكل دول الإيجاد التي بتقف خلف قضايا السودان من أجل يعني استقرار السودان. استقرار السودان يعني استقرار إفريقيا واستقرار الدول التي يحيط بها من تزا الدول الجوار فيها، بما فيها دولة جنوب السودان التي انفصل مؤخرا، ونطمح أن تكون هنالك علاقات يعني اجتماعية. يمكن لن تنقطع هذا الأواصر الاجتماعية بعد انفصال الجنوب من ظل سياسات نظام المؤتمر الوطني البائد، لكن أبركم أيضا نحن برضو يعني نقدم شكرا لكل الحركات المسلحة الدعمت يعني ملف الكنابي أن تكون من ضمن القضايا ذات الخصوصية. ونحن إن شاء الله يعني أما غريب سوف نكون في دولة جنوب السودان ونقدم مذكرتنا للوسيط ونطرح رؤيتنا للحلول، وعلما هنالك رفاق كسر يعني سبقونا في مسار الوسط، وإن كان القضايا ذات الخصوصية من ضمنها قضية الكنابي تجاوز مسار الوسط. علما يعني الكنابي في أربع ولايات أو خمسة ولايات، ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة هي الأكثرية فيها، ولاية القضارف، ولاية سنار. نعم. وولاية كسلة. نعم.
دكتور جعفر انا سعدت بك جدا في صباح الشروق، شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيكم وتسلم كثير ان شاء الله. نعم، اذا مشاهدينا كان هذا هو الدكتور جعفر محمد عيد الامين العام لمؤتمر الكنابي ورئيس اللجنه العليا لتجمع قوى الهامش السوداني، وعبر لقائه التنويري لمناقشه قضايا الكنابي اخذنا اضاءات بارزه جدا وواضحه عن ابرز القضايا، الوضع الاجتماعي، التحليل والمطالب والحلول.